جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. طبعا زي ما انتم شايفين يس قصيت شعري. او ماي جاد جايز انا بجد اول مره اشوف نفسي على الكاميرا دلوقتي بالشعر القصير وحاسه انه مين دي. اللي متابعني على الانستغرام اول باول هيكونوا اول ناس شافوا القصه الجديده بتاعتي. فروحوا دلوقتي تابعوني على الانستغرام هسيبه لكم هنا علشان تتابعوني كل يوم انا بعمل ايه وباكل ايه وبشرب ايه يعني. المهم جايز رجعت لكم تاني بفيديو جديد والنهارده عندنا تحدي مشهور جدا على قناتي وهو الاكل بلون واحد فقط لمده 24 ساعه. وبما اني عملت التحدي ده بكل الالوان اللي موجوده في العالم حرفيا غير اللون الاصفر فقررت ان النهارده هناكل باللون الاصفر لمده 24 ساعه. اي حاجه هاكلها او هشربها النهارده لمده 24 ساعه هتكون باللون الاصفر. قبل ما انسى عايزه اقول لكم ان دي تعليقات النهارده. عايزه اقول لكم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن. ولو انتوا كمان حابين ان تعليقاتكم انتوا تطلع معايا في الفيديوهات اللي جايه كل اللي عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو ده سبسكرايب لقناتي. واهم حاجه يا جماعه اهم حاجه تفعلوا جرس الاشعارات علشان كل ما انزل فيديو جديد يوتيوب يبعت لكم اشعار. واخر حاجه تسيبوا التعليق بتاعكم تحت في الكومنتس وبس. ودلوقتي خلونا نروح مع بعض على السوبر ماركت ونجيب كل حاجه باللون الاصفر في الحياه. So let's go. اوكي يا جماعه وصلت على السوبر ماركت. انا كنت فاكره انه عشان رمضان والكل صايم هيكون مش زحمه طلع ازحم من الايام العاديه. فدلوقتي هنلف وندور على كل حاجه باللون الاصفر. So let's go. اوكي يا جماعه ده اول قسم جيت عليه ولقيت المشروب ده اللي هو بطعم اعتقد الليمون لانه اي حاجه صفرة هتكون بطعم الليمون. فدي اول حاجه هنجيبها ونجربها. اعتقد ان ده مشروب طاقه على فكره بس خلونا نشوف. اوكي انا كنت فاكره ان دي الحاجه الوحيده الصفرة بس شوفوا قد ايه في حاجات صفرة هنا. وكمان في هنا مشروب تاني لونه اصفر بس اعتقد انه واحد كفايه. حاجه كمان انا اصلا ما بحبش نكهه الليمون خالص في اي حاجه بس يا لازم اشربه النهارده لاني عامله تحدي باللون الاصفر. طبعا انتوا عارفين اكتر قسم انا بحبه اللي هو قسم الحلويات. اول حاجه طبعا لمحتها هو الليز الاصفر ده على فكره من اكتر الليز اللي انا بحبه. وكمان لمحت الشوكليت دي اعتقد ان دي تويكس جديده فهناخد واحده ونجربها. او ماي جاد شوفوا لقيت ايه يا جماعه. الشيبس ده هو مش شيبس هو اونيون رينجز ده عشقي بس ده باللون الاحمر فمش هينفع اجيبه فهاخد ده باللون الاصفر. وهنا كمان لقيت الزبادي ده اللي لونه اصفر اعتقد ان ده زبادي بنكهه الفانيلا فبرضه هاخد واحد واجربه. في هنا برضو يا جماعة حليب الموز ده اللي لونه أصفر. على فكرة أنا ما بحبش خالص حليب بالموز أصلا ما بحبش الموز قوي بس بحس لازم أخد واحد بصراحة لأنه لونه حلو قوي. تخيلوا أن في كمان عندهم مية لونها أصفر بس أعتقد أنه دي مية بنكهة الليمون والنعناع بحس لازم أخد واحدة لأنه لونها أصفر. أوكي مش هكدب عليكم بس أول مرة في حياتي أعرف أن في طماطم لونها أصفر. على فكرة هي شكلها في الكاميرا طالعة أورنج بس هي في الحقيقة أصفر. لقيت كمان البسكوت ده اللي بنكهه الليمون زي ما قلت لكم اي حاجه صفراء بتبقى بنكهه الليمون فهاخد واحده واجربها. A few inches later. تخيلوا يا جماعه ان كل الوقت ده قاعده بس بحاول ادور على كافي باللون الاصفر مش لاقيه. شوفوا يعني ورايا كل الكافي بكل الالوان غير اللون الاصفر. الحاجه الوحيده اللي انا لقيتها باللون الاصفر هي الشاي. صراحة أنا فخورة من نفسي على كمية الحاجات اللي باللون الأصفر اللي أنا لقيتها دي. أوكي يا جماعة رجعت تاني على العربية. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بجد 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 هموت من العطش. أنا غلطت غلطة كبيرة قوي إن أنا خرجت قبل الفطار بكتير فدلوقتي لازم أستنى ساعتين على الفطار على ما أشرب مية. لكن جبت كل حاجة أنا محتاجاها فالكيس ده فيه كل حاجة باللون الأصفر. سو هشوفكم في البيت علشان نعمل الفطار والسحور وكل حاجة مع بعض باللون الأصفر. Hours later. واخيرا جايز وصلت على البيت وعدت تقريبا ساعتين او ساعتين ونص من اخر مره شفتكم فيها والمغرب اذن وده معناه انه الحمد لله هقدر اشرب ميه واخيرا. المهم خلوني دلوقتي اوريكم كل الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت باللون الاصفر. وهي دي كل الحاجات اللي جبتها النهارده من السوبر ماركت كل حاجه حرفيا باللون الاصفر. قبل ما اكل او اشرب اي حاجه في حاجه مهمه جدا نسيت اعملها. اوكي اعتقد انه كده احسن بكتير. كويس بجد ان انا جبت المية الصفرة دي علشان الاقي حاجة اشربها النهاردة لاني زي ما انتوا عارفين من الصبح صايمة وبجد هموت من العطش. اوه ريحتها ليمون مع نعناع ريحتها 7 اب.
اوكي لا طعمها مش ميه خالص يعني اطلاقا، طعمها عصير او 7 اب، فاهمين يعني لو انتوا عطشانين دي مش هترويكم. اوكي خلونا دلوقتي نروح نشوف هنفطر ايه، لاني فعليا لحد اللحظه دي لحظه الفطار وانا مش عارفه هفطر ايه اصلا، بس بفكر اني افطر مكرونه بما انه المكرونه بيكون لونها اصفر وكمان ممكن اعمل معاها صوص باللون الاصفر، فخلونا نروح على المطبخ ونشوف مع بعض. ليتس جو ليتس جو. اوكي يا جماعه وجيت على المطبخ وحاليا هعمل الفطار لانه بجد جعانه جدا، فزي ما قلت لكم هبدا اعمل السباجيتي صراحة لانها اسهل حاجة ممكن تتعمل وكمان لونها اصفر. في عندي برضو الدورة ده بفكر اني اعمله مع السباجيتي، وكمان عندي طماطم باللون الاصفر. انا بجد مش عارفة ليه شكلها طالع برتقالي هنا في الكاميرا، لكن صدقوني يا جماعة في الحقيقة هي لونها اصفر. مش عارفة يمكن عندي عمى الوان، تفتكروا؟ اورنج اصفر اورنج اصفر اورنج اصفر اورنج. سألتيهم؟ اصفر. اوكي يا جماعه بالنسبه للصوص فانا عايزه اعمل صوص لونه اصفر، سو هستخدم كريمه الطبخ دي وهستخدم كمان معاها الجبنه. بليز ما تاخدوش مقادير الطبخ بتاعتي على محمل الجديه لاني انا ما بعرفش اطبخ، بس هحاول على قد ما اقدر اني اعمله واظبطه. او ماي جاد جايز، شايفين اللون ازاي قاعد بيتحول؟ واو. يا جماعة والطباخة روان خلصت الفطار بتاعها. طبعا يا جماعة انا مش طباخة ولا اي حاجة، انتوا عارفين الحقيقة انتوا عارفين. هنا يا جماعة عندي فطاري المتواضع جدا زي ما انتوا شايفين، في هنا عندنا جزر باللون الاصفر What? وعندنا كمان طماطم، واخر حاجة في عندنا المشروب ده هشربه مع الاكل اللي هو بطعم الليمون. صراحة فخورة جدا بالفطار ده لانه شكله يجنن، يعني كل حاجة كده اصفر فحبيت الاجواء. اهم من الاجواء طعم الاكل، فخلونا ندوق الباستا. مع انه انا اللي عامله المكرونه دي بايدي شخصيا، بس هكون صريحه معاكم 100% دي مش احلى سباجيتي كلتها في حياتي، لكن بصراحه طعمها ماشي حاله وانا اصلا بحب السباجيتي وبحب المكرونه فهاكلها اكيد. دلوقتي عايزه اجرب المشروب ده لانه بصراحه شكله حلو قوي واللون الاصفر اللي فيه كده فاقع وتحس ان هو كده مشروب طاقه. مش عارفه ليه حسيت ان طعمه شبه الميه بالظبط. طعمه ليمون ونكهه الليمون اللي فيه تحسوها خفيفه قوي، انا شخصيا حبيته. دلوقتي كفايه كلام وخلوني اكمل اكلي لانه جعانه جدا ولسه ما فطرتش، كل البيت عندي فطر الا انا، فهكمل اكل دلوقتي وبعد كده ارجع لكم علشان نكمل التحدي ده مع بعض. اوكي جايز سو رجعت تاني على المطبخ، المكان اللي فعليا انا بقضي فيه رمضان كله. جاي على بالي اكل حاجه مسكره وغالبا الحاجه دي هتكون فواكه، فخلونا نشوف في ايه في المطبخ لونه اصفر. اوكي واول حاجه لقيتها هي الموز، فشكلي هاخد واحده. وشوفوا لقيت ايه في الثلاجه يا جماعه، لقيت اناناس، فهو ده هيكون اول سناك بالنسبه لي، وبقول اول سناك لانه مش ده اللي هيكون السناك الوحيد. شوفوا ما احلى الفواكه، يعني بصراحه انا بعشق الفواكه اكتر من الحلويات بكتير على فكره. اكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا بتحبوا ايه اكتر، بتحبوا الفواكه اكتر ولا الحلويات؟ على فكره من زمان قوي ما اكلتش اناناس فمتحمسه قوي اكله. لسه واخده بالي دلوقتي ان طعم الاناناس مع طعم الموز يجنن مع بعض، يعني كل واحد فيهم حلو بس مع بعض واو. المهم خلوني دلوقتي اكمل السناك بتاعي وانتوا كمان روحوا جيبوا اكلكم وخلونا ناكل مع بعض. بقالي بالظبط يا جماعه 3 ساعات قاعده بص في التليفون لحد ما بصيت ولقيت ان الساعه بقت 12 بالليل، متخيلين؟ المهم بما اني جبت حاجات كتير وسناكس وحلويات كتير من السوبر ماركت لما رحت وكلهم باللون الاصفر، فقلت خلوني اقعد دلوقتي ونجربهم مع بعض. اوكي خلونا الاول نبدا بالشيبس ده لانه متحمسه جدا اعرف طعمه حلو ولا لا. شوفوا هو من جوه شكله عامل كده، سو خلونا نجرب. او ماي جاد طعمه رهيب من الاخر واو. طعمه كده بصل مع جبنه، اعتقد اصلا ان هو بنكهه البصل. يس هو اونيون فليفر فعلا، يعني بنكهه البصل. الشيبس ده اكيد هياخد مني 20 من 10. في بعد كده عندي البسكوت ده اللي هو بطعم الليمون، بس مش عارفه ليه حاسه ان ده هيعجبني. شوفوا هو عامل كده تحسوه طبقتين وفي النص فيه الكريمه اللي هي بنكهه الليمون.
او ماي جاد بجد مش مصدقه ان انا بقول كده، بس طعمه يجنن. اولا البسكوت طري جدا وهش وبيدوب في البق، وانا بعشق الحاجه دي. دي اكيد هتاخد مني 10 من 10. في بعد كده عندي ده، انا مش عارفه اسميه زبادي ولا اسميه ايه بصراحه، بس هو عامل كده في كوبايه ولونه اصفر وطعم الفانيلا. اوه حلو قوي ريحته، تحسوه كده زي الكاستر. شوفوا، عارفين الجلاش اللي بالكاستر يا جماعه؟ ده بقى كاستر من غير الجلاش. طعمه حلو بس مش اللي هو واو، يعني مش حاجه انا ممكن اشتريها تاني بصراحه. واخر حاجه في عندنا حاجه انا ولا مره مجرباها في حياتي، مع انه في ناس كتير جدا انا عارفه ان هم بيحبوا الحاجه دي، وهو حليب بالموز. جايز لا، كان في دواء سخونيه وانا صغيره بطعم الموز، حرفيا عمل لي عقده في حياتي، والعصير ده فكرني بيه جدا يا جماعه. بجد طعمهم طبق الاصل من بعض، سبحان الله. للاسف ده هديله 0 من 10، لانه فعلا فكرني بذكريات اليمه قوي انا مش عايزه افتكرها. اوكي جايز، سو جه دلوقتي وقت السحور. انا بجد مش قادره افتح عيني والله العظيم من كتر التعب، وكمان من غير كافي. يعني شوفوا ازاي عيني. السحور بالنسبة لي بيختلف في يوم عن التاني، يعني مثلا في مرة ممكن اتسحر زبادي بالفواكه، مرة تانية ممكن اتسحر ماكدونالدز، ومرة تانية ممكن ما اتسحرش اصلا، مرة تانية ممكن اتسحر حلويات. فبجد بيعتمد من يوم للتاني. بس انا النهاردة بصراحة كان جاي على بالي اطلب من برا، اكتشفت ان انا ما اقدرش اطلب اي حاجة تقريبا من اي مطعم غير الفرنش فرايز او البطاطس بس، لانه فعليا هي دي الحاجة الوحيدة اللي لونها اصفر عندهم في المنيو، فمش هقدر اطلب اي حاجة غير بطاطس. فعملت الاوردر من برجر كينج وطلبت بس بطاطس. اكيد العاملين بيقولوا يعني خير ان شاء الله واحدة بس طلبة فرنش فرايز بس. 2000 years later. حرفيا الاوردر اتأخر ساعة يا جماعة، انتوا متخيلين؟ يعني انا بس عايزة اتصحر طلبت فرنش فرايز اتأخر ساعة. مش هكدب عليكم، بس من كتر النعاس اللي فيا ما بقتش حتى عايزة اكل الفرنش فرايز، وبس عايزة انام. خلوني افتح الفرنش فرايز. وبكده جايز نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قبل ما تطلعوا من الفيديو اعملوا لايك، وكمان دوسوا على زرار السبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو علشان تشتركوا في قناتي. وبس دلوقتي عايزة اقول لكم thank you so much for watching. بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.